طبعا اليوم احنا كطلاب طلعنا بمسيرة، لكن مسيرة تختلف عن باقي المسيرات كلها. طلعنا بالسيارات اليوم، طبعا رتل كامل راح نطلع وعندنا قصاصات ورقية نطالب بمن ما ننسى انه حاليا بهاي الفترة قاموا يطالبون مطالب محلية وغيرها. احنا لا، احنا ما نسينا انه مطالبنا الاساسية اللي هي تغيير قانون الانتخابات والمفوضية ودعوة لانتخابات مبكرة، كذلك محاسبه القتله، وايضا بنوع من التصعيد السلمي خلينا نقول انه احنا نطلع بسياراتنا وقصاصات نطالب باستقاله المدراء والحكومه المحليه في محافظه النجف الاشرف. لازم نقيلهم ليش لكثره الفساد اللي عليهم، وطلعنا بسياراتنا لغرض انه شلون استجابه وكذلك لخليه الازمه، بما انه الاعداد المصابين قاعد تزداد بين ليله وضحاها، فطلعنا بالسيارات وكذلك ماخذين المواضيع الاحترازيه بالنسبه لخليه الازمه. الحكومة المركزية من جهة والحكومة المحلية من جهة أخرى، كعادتهم طلبت جامعات النجف وبعض خيم المعتصمين وأهالي النجف بادرة وبخطوة تصعيدية سلمية تراعي الظروف الصحية من جهة وتراعي الجماهير النجفية والعراقية، كعادتهم يرفضون ساحات التظاهر بكل ما يصدر بشرط أن يكون سلمي وحضاري ويتم بالطرق القانونية. اليوم عندنا مطالب مركزية ما تبقى منها هي المصادقة على قانون الانتخابات والدعوة لانتخابات مبكرة. سبق وأن ذكرنا ما حدث أثناء التظاهرات مطالب ظرفية ما تبقى منها محاسبة قتلة المتظاهرين. اليوم للحظة ما شفنا مواقف جادة للكشف عن قتلة المتظاهرين ليتسنى القضاء محاسبتهم، بالتالي هذا عبء يقع على رئيس الوزراء. باشرنا بإضافة الضغط على الحكومة المحلية نتيجة إهمالها وتقصيرها بعدم حماية ساحات التظاهر وبعدم الكشف بعد الحادثة الأليمة اللي حثت يم مرقد الحكيم وخمسة اثنين، نتيجة التقصير الواضح باشرنا اليوم ونطالب من خلال القضاء وبالتصعيد السلمي لإقالة المحافظ النائبيه ليتسنى لهم محاكمتهم وفق الأصول القانونية. طبعا بعد انتهاء مهلة النجف وعدم وجود أي بادرة حسنية من الحكومة المركزية ولا الحكومة المحلية، نجد اليوم الحكومة المحلية تطغى في فسادها الواضح. لذلك اليوم نقوم بمسيرة حاشدة من أهالي وطلبة وجميع فئات محافظة النجف احتجاجا على ما يحدث من فساد ومماطلة وتسويف للمطالب، والتي هي أهمها قانون الانتخابات والانتخابات المبكرة والتعديل الحاصل في المفوضية، في قانون المفوضية والإشراف الأممي. ولذلك ساحات النجف أعطت يومين إضافيين للحكومة المحلية للاستقالة وترك الحكومة، بما أنهم يقولون أننا غير فاسدين، لكن هي فاسدة ولذلك يجب أن يستقيلوا إذا ليس اليوم فغدا. واليوم ستنطلق المسيرة بعد قليل في جميع أنحاء النجف، وتكون هنالك وقفة في تمام الساعة السادسة مساء، وقفة احتجاجية على ما يحدث. وكانت المسيرة بالسيارات لسبب واحد، هو مرض كورونا وانتشاره في هذه الفترة العصيبة، ولكن كورونا لن تمنعنا من الاحتجاج السلمي، وكانت فكرة السيارات لمنع انتشار المرض. بعد انتهاء مهلة ثوار النجف اللي هي 25 يوم ولم نجد أذانا صاغية لثوار النجف، 25 يوم يعني كانت كافية للحكومة المركزية للتحرك على تغيير الحكومة المحلية، ولكن لا أحد يستجيب لنا. اليوم بدأنا بالخطوات التصعيدية السلمية، هاي الخطوات
هاي الخطوات التصعيدية السلمية اليوم بدأت، وبعض الثوار أعطوا مهلة 48 ساعة. أنا أتمنى من الحكومة المحلية بعد قضاء 6 سنوات في المحافظة بتقديم استقالتها، لأن 48 ساعة إذا انتهت احتمال أحفاد الأحزاب يتغلغلون على الساحات، احتمال يسوون تصعيد غير سلمي ما يمثل الساحات، وبعدين احنا راح ننشمل بيها ونطيح بيها. فالساحات هم كلهم سلميين من بدت الثورة لحد الآن، الساحات كلها سلمية، أما الغير سلمي فهو هذا من أحفاد الأحزاب. طبعا تواجدنا هناك متضامنين متابعين للأخوة الطلبة للكيان الطلابي المحتج منذ 1/10 إلى الآن. حقيقة تأتي هذه الخطوة، وأنا لا أريد أن أتحدث بالنيابة عنهم، لكني متابع جيد لكل ما يصدر من بيانات ومن مواقف في ساحة التظاهر، في ساحة الاعتصامات، وفي ساحتهم هنا في بوابة جامعة الكوفة، وبالتضامن أيضا مع بقية الجامعات كالكفيل والجامعة الإسلامية وغيرها من الجامعات. حقيقة هذه الخطوة هي خطوة تصعيدية باتجاه الحكومتين المركزية والمحلية. الضغط على الحكومة المركزية لتنفيذ سلسلة المطالب الأخرى لاستكمال أيضا قانون الانتخابات جداول المرفقة، والضرب على يد الفاسدين، ومحاكمة محاسبة قتلة المتظاهرين، والمطالب المحلية اللي تقتصر أو اللي بمجملها هي إقالة محافظ النجف ونوابه ومدراء الدوائر. خطوات الطلبة التصعيدية في محافظة النجف تأتي مسؤولة عن ضمن منظور المنظور الصحي، ضمن منظور متابعة أو على الأقل في أقل تقدير أنهم يحافظون على سلمية التظاهر، سلمية الاحتجاج، سلمية التصعيد، باتجاه بناء كيان أو بناء مفهوم لدى الآخر، كونهم طلبة، كونهم متفاهمين جدا للواقع العراقي، بناء مفهوم للتعاطي مع الأحداث، مفهوم مسؤول، مفهوم استبدال السيء بالأفضل، وليس كما حقيقة نرى هناك ثغرات في بعض البيانات، في بعض المواقف اللي اتخذها بعض المحتجين. طلبة جامعات النجف اليوم صدد تضامن مع مهلة النجف اللي أعلنها الثوار الأبطال السلميين على مود تحقيق المطالب اللي طلعوا عليها، وأكمل قانون الانتخابات ونشر بجريدة الوقائع والدعوة للانتخابات مبكرة، تحديد تاريخ معين، بالإضافة إلى إقالة الحكومة المحلية اللي هي خلينا نقول أسفل سلم الفساد. اليوم الشباب رغم الأحداث اللي قاعدة تصير من كورونا لآخره، لكنه على مود نثبت موقفنا تجاه ثورتنا ونحافظ على سلميتها أكثر. اليوم خرجنا حتى نذكر الناس ونذكر الجمهور ونذكر الحكومة الفاسدة بمطالبنا، وأنه إحنا مستعدين بأي وقت حتى نطلع بأي مسيرة كانت بتنظيم معين لأجل مطالبنا اللي موجودة. اليوم حقيقة الاعتصام الطلابي مستمر باعتصامه السلمي، ومع انتهاء مهلة النجف حاولنا نبين أنه الوجه الآخر للتظاهرات هو إخراج مسيرة بالسيارات، لنبين أنه وتذكير بالمطالب، وهو استكمال قانون انتخابات وتحديد موعد انتخابات المبكرة مع محاسبة قتلة المتظاهرين. الله يسعدك، الله يسعدك، الله يسعدك.
من مكان ساحة ثورة الثوار، ثورة النجف، احنا اولاد علي بن ابي طالب، كلامنا واحد، ما يتنازل عنه، ما نتنازل عنه نهائيا. الك مهله يا محافظ النجف لو الياسر 48 ساعه، اذا ما تلبيت مطالبنا تستقيل انت والمدراء، مالك مكان بالنجف، انت سيد وياسري، كل شنو اللي سويته للنجف؟ شنو اللي روح شوف مستشفى بصخير، الكارثه اللي امس صار بيها، وشوفوا الدكاتره اليوم ماتوا بصخير، انصابوا اليوم، امس نشرت المنشور واليوم انصابوا، ليش هيك؟ تقول انا وقايه وقايه، اليوم المصابين كلهم من بصخير وكلهم بالمستشفى، مو امس قلت لك وحذرتك قلت لك يا محافظ تعال مستشفى بصخير، اليوم انصابوا كلهم ليش؟ انت كشتي ما خدمت النجف، ابد ما خدمت النجف، شنو اللي سويته للنجف؟ روح شوفوا بصخير، روح شوف الحيره، روح شوف ناحيه القادسيه، روح شوف الزبايل، شنو اللي سويته؟ بس يلا يوم مؤتمر صحفي وتطلع وانا شنو اللي سويته؟ وين دماء شهدائنا؟ وين راحت؟ دماء شهدائنا وين؟ منو قتلهم؟ امريكا كتلتهم، الصومال كتلتهم، انت القائد بالنجف تعرفهم واحد واحد، وانت سيد ياسري وتقول عن الشجاع، تطلعهم اليوم تطلعهم، الحم لك المسؤوليه الكامله، الحم لك المسؤوليه الكامله بمقتل الشهداء. تصلح اول ما تقيل لي مدراء الدوائر، مدراء الدوائر بقائهم هو فساد بعين ذاته، ما تقدر يعني انت غير قادر على اداره المحافظه. ما تقدر عم يتنحى يجي واحد يديرها بصوره صحيحه، نختار احنا من الساحه ويديرها وشوف شلون يقيلهم. يقيلهم بعيدا عن المحاصصه، اخي العزيز احنا اليوم قدمنا 800 شهيد والاف الجرحى. فكإنسانيا انسانيا وابويا انت كاب لهذه المحافظه، اليوم انت محافظ راس السلطه في مجلس في المحافظه. إذا ما تقدر تنحى يا أخي، تنحى اطلع عنها وخلي الناس تصده. اليوم 48 ساعة انطينا، 48 ساعة بعدي راح نطلع عن سلميتنا، والحاويات راح ناخذها للدوائر مال الدولة وراح نشمر. المدير اسمعون، الناس قاعد تقول المدير راح ينشمر بالحاوية مال الزبالة، ما نريد نوصل لهذا المستوى، ما نريد نطلع عن سلميتنا، لازلنا مسالمين ونطالب بالسلمية ونداعي كل الجهات الكاظمي وغيره. اذا كنت مصلح يا اخي اصلح بصوره صحيحه، غير الفاسدين، حاسب الفاسدين، اكو دعاوي بالمحكمه لا زالت لم تحسم والقتل معروفين. فرجاء رجاء اخوي من ابنكم ابن النجف انه اتخاذ الاجراءات الصحيحه وحقن الدماء. تعبنا وجزعنا، احنا سيد لؤي الياسري صار له اكثر من اربع سنوات، صار له خمس سنوات، وانتخب عن طريق مجلس محافظه انجمد ونحل انتهى، فقانونيا لازم يطلع، ما يصير محافظ. اليوم ابناء النجف من تفضيل يقول لك اني المحافظ ما اريده، ما معقوله يعني، هو الكرسي مو مال ابو واحد، ولا تشبث بالسلطه يا اخي، كافي طلعوا. احنا نطالب من رئيس الجمهوريه ومن اعضاء مجلس النواب النجف باقاله محافظ النجف ونوابه، محافظ النجف ونوابه، وان خطوات تصعيديه ان شاء الله يوم الاحد يعني نطلع خيمنا، وباب الدوائر الحكوميه ماكو بعد، كافي. احنا ما لنا غير الطرق السلميه واللي بالدستور، غير ذن ما عدنا، وبحت اصواتنا وتعبنا، كافي. صار لنا 8 اشهر نايمين بالحر وبالبرد وبالضيم، وتحملنا ما تحملنا من الميليشيات ومن الاحزاب والضرب والقمع والقتل والاعتقالات واشكال والوان، كافي كافي، بعد صبر ما عدنا يا اخوان، كافي. رحموا هذا الجيل، رحموا الى متى نبقى حتى صبر ما عدنا بعد. نطلب من سيد لؤي الياسري، الا يعرف قتلتنا، قتلت هاي الشبان، قتلت هاي الشبان، بطل بطل. انا يعرف قتلت هاي الشبان، نعم. يقول لنا بويا ذولا قتلت الشبان، وذولا ظاهرين قدامكم امامكم، امامكم زين، لو احنا نحاسبهم لو هو يحاسبهم، جاي ندفع اموال من جيوبنا 5000 دينار يكره، وحق هذا راح على ذان. شفت هاي المتظاهرين، وانا متظاهر، انا واحد منهم، صارت هزت غيرتي هزتني، جبت 4 كراتين ماي وزعت على هاي الشبان، هزتني غيرتي، غيرتي. وهاي ما هاي السنه راحت، هاي السنه راحت، اتمنيت شهيد، ردت شهاده وهج افتح صدري، وردت شهاده ما صارت لي.
وان شاء الله تصير لي، وما نخاف، ونبغى صامدين ونبغى صامدين ومستمرين وللموت، ونضحي بعد ضعف ضعفين مثل هاي راحة الشباب. احنا نريد محافظ نغيره، وراح نسوي تصعيد. احنا المدير العام للتربيه لهذا، احنا راح نقعد شواجر، نقعد بالمكان اللي الدوائر موجوده به، واحنا نريد اقالتهم كلهم نريد اقالتهم. احنا اول شغله المحافظ ما سوالنا شيء من اجى المحافظه لحد الان، كل شيء ما سوالنا. نطالب الناس جاعت كتلها الجوع، الناس طلعت كتلها الجوع. ارحمونا يا اخي ارحمونا، يعني الى متى احنا نظل هيك؟ الى متى؟ هسه افضل شيء الماي، ماي شرب ما عندنا هنا، يعني العالم قاعد تتبرع عنا بقلاص قلاصين تطينا. يا دوب اسد هاي العالم، عم احنا طلعنا ترى من الجوع، احنا طلعنا من الظلم، ترى ظلمونا. يعوضنا عن دماء الشهداء هي المطالبه بحقوقهم، محاكمه كل من كان سبب بقتل المتظاهرين والقاتل كذلك. هاي من ناحيه، من ناحيه اخرى اليوم مسيرتنا سلميه احتجاجيه، باكر ان شاء الله يوم الاحد بحيل الله وبجهود هؤلاء الابطال ان شاء الله نتوجه لجميع الدوائر. هذه الجهود مسعود ساعيها جماعه، نتوجه لجميع الدوائر ومعانا حاويات، مع احترام الالفاظ هاي، معانا حاويات، وندخل على كل دائره للمدير كما فعلوا في محاوله الناصريه، يقدم استقالته بكل احترام ويطلع العين على راسي. اللي يرفض ويعاند مكانه موجود بالحاويه. هذا مكان لكل سياسي ما تستحق. كل مدراء الدوائر انتم مكانكم الحاويه، مع احترامي للنزيه بكم والنزيهين لا يتجاوز 2%. من هاي قضيه. القضيه الاخرى رسالتي للكاظمي. الكاظمي انت ما اختارك الشعب، انت اختارتك الاحزاب، انت صعدت عن طريق البرلمان، صعدت على عناد الشعب، ما اجيت تقدم خدمه للشعب. طلعت تقريبا حصير فوق الشهر تقريبا، وقلت انا مستعد اقدم خدمه للمواطن، لحد اليوم ما شفنا اي خدمه للمواطن في محافظه النجف وفي المحافظات الاخرى. احنا نريد محاسبه، وانت ما نؤمن بك. احنا هدف الثوره اول ما خرجت تغيير نظام، تغيير دستور، هذا هدفنا الاساسي، وليس تغيير محافظ او غيره من المناصب. احنا هاي هدفنا، تغيير نظام باكمله. وبنفس الوقت عتبي على ذوي الشهداء، تروحون تقابلون انسان من ضمن وكل الاحزاب تلتقون به وتدعمونه بتأييدكم. زين وين دم ابنك؟ انت طلعت وقلت انا وطالب حق ابني، حق ابنك الصاف رئيس الوزراء اللي مساهم بقتل المتظاهرين، مع الاسف عليكم. ورساله وصلها لام مهند، ام مهند شكوى احد اددك، كل احنا اولادك، لا تخافين، احنا وياك واحنا دماءنا فدان لهذا الوطن ومضحين بارواحنا. تحياتي للجميع، واحيي كل متظاهر والمتظاهرين في جميع المحافظات، بارك الله بكم. اولا نطالب محاسبه قتله المتظاهرين، مو بس النجف، السبايكر والناصريه والبصره وكل المحافظات المنتفضه. هذا اول مطلب. المطلب الثاني، محافظ النجف 48 ساعه هو والمسؤولين، اذا مو قد يقدمون خدمات خليه يتنحون. اذا ما عندهم هذا الشيء احنا عندنا غير خيار، يعني خيار ثاني عندهم، شو اسمه، خيار اللي هم يقدرون عليه يقدمون خدمات للمواطنين، احنا ما عندنا مشكله. بس المطلب الاول عندنا للاستاذ الكاظمي، استاذ الكاظمي الى ما يقدر يقدم الخدمات ويحاسب قتله المتظاهرين، احنا عندنا بعد غير مطلب وياهم. زين، واحنا كلنا استشهاديين، كل الشباب الموجود استشهاديين للبقيه المتظاهرين اللي راحوا شهداء. جئناكم بالاسلوب الحلوه،
وجينا ناكم بكل الطاق اوردناكم تفضونا من هاي السالفه وهاي الفتنه. سيدنا الا مو قد المسؤوليه وتقول انا ما اقدر الهاي الاحزاب وهاي ربع الدائر مدايري يا اخي اطلع فضنا امشي عليك جدك رسول الله ما عدنا غير هذا الحكي وياك ملينا ولعبه رواحتنا ويوميا طلعينا حلويات وبقلاوه ساعه مال الاسد ساعه مال الحنطه الباقي 90 مليون عم فضونا امشي عليكم الحصين اطلعوا سيد لؤي سيد لؤي امشي عليك جدك رسول الله الا تقول انا ما اقدر الهاي ربع الاحزاب اطلع امشي عليك جدك رسول الله وهاي المغربيه هسه واحنا بساحه الصدرين اطلع عمي فضونا انت وهاي النواب وياك يا الكاظمي من اجيت وسولفت غير حكي شو وين حكيك سطرت علينا قلت بكم خير وتدللون وين الحكي وين المطالب اللي شفناها من عندكم يا اخي فضونا مشي عليكم الحسين وطلعوا ما نريدكم سيد الياسري انت والكاظمي وهاي الحبر بشيل وياك اللي صار لهم سنين غاطين بالحكم وتبوقون بينا انت واحزابكم اريد الله لا يوفقكم بهاي المغربيه واحنا شباب عمي قتلنا الجوع كفيلك العباس انا اطلع الساعه بثلاثة للعلوه وارجع الساعه بثلاثة العصر انا شاب على مود 15000 10000 وهاي الاحزاب نايمه 30 مليون و40 مليون الله لا يوفقكم دنيا واخره دعاء عراقي ابن عراقي وكلامي سيد الياسري بس مشكور ذمتك هذا لا ما توصل الصوت مشكور ذمتك منا اليوم الدين سيد لا نوصل هذا الكلام ونرجع نقوله سيد اطلع امشي عليك الحصين احنا منا اليوم وين منا اليوم وين راح نسوي تصعيد منا اليوم وين سيد لا الياسري انت واحزابك اطلع الا تقول انا ما اقدر وعلي ضغط من الحكومه ومن فلان وعلان امشي عليك جدك رسول الله اطلع وفض هاي الفتنه لان شبابنا كلها راحت وناسنا كلها ماتت من براكم وعساها ذمه برقبتكم من نار يوم الدين وهذا كلامي مشكور ذمتك لا متوصله من ساحه الصدرين من النجف الاشرف انطينا مهله للحكومه 25 يوم وخلصت المهله يوم امس وما شفنا اي تجاوب من الحكومه انطينا البارحه 48 ساعه يا حكومه راح تشهدون طرق تصعيد ما مشهوده طول عمركم ما شايفيها يرجى الاستجابه خلال 48 ساعه واعتقد المطالب مشروعه اقاله المحافظ ونائبيه اقاله مدراء الدوائر وجميع مطالبنا مشروعه اذا لم تستجيبوا يا حكومه ستشهد وكل ما يحدث بالنجف انتم المسؤولين هذا ما اتفق عليه ثوار ساحه الصدرين ما عندنا غير هذا الكلام حاربون الشرطة يعني شغل ماكو وقعدنا بطالين حتى عوال عدنا يعني ما يسرتوا سوونا حالة يعني ما يسرتوا قاعدين بس تبقون بالشعب وماكو والله عيب عليكم والله دمرتونا احنا طينا مهلة 25 يوم والمهلة خلصت وراها طينا مهلة 48 ساعة إذا كان ببالهم يلعبون لعبة الوقت فهي هاي لعبتنا أساساً إحنا ما عندنا مطالب إحنا بالأساس عندنا أوامر إحنا نريد من عندهم أوامرنا ينفذوها واللي هي مدينة النجف الأشرف وقالة المحافظ والنواب وجميع مدراء الدوائر لكن يبقى المطلب الأساسي هو معرفة اللي قتلوا المتظاهرين بساحة الصدرين بالأساس ورا الـ 48 ساعة راح يشوفون طرق تصعيد ما مر عليهم من صارت الثورة لحد الآن وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين احنا مطالبنا ما راح نستثنى عنها ما راح نقعد ما راح يخمل هذا 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 القوة اللي جاي يشوفها انت ان شاء الله نزيد اكثر واكثر واكثر هذا العدد اللي جاي يشوفه هو ربع العدد اللي راح يطلع في فترة التصعيد واحنا هنا نقول لهم من ساحة الصدرين من مدينة النجف الاشرف احضروا من الساحة وراء المدة اللي هي 48 ساعة اولا هاي الشباب هزت العالم بمسيرتها بسلميتها كل دول العالم باقت فتحت المولات فتحت المحلات كلهم باقوا احنا هاي مسيرتنا سلمية ونطالب بإزالة هاي الأحزاب مثل هذا الشعب العراقي ومثل هالشعب العراقي ما يلقون كل العالم باقوا الوحيدين شعب العراقي بقى مناضل ويطالب بسلميته ويطالب بإزالة الأحزاب الفاسدة دمرت النجف دمرت العراق المحافظات كلها منتفضة
من البدايه للنهايه، هاي الاحزاب ما تمثلنا، ما نريدها، شرعيه عندنا احنا الشعب، احنا اللي نغير واحنا نختار الشخصيه، فرسالة مصطفى الكاظمي، يا سيد مصطفى الكاظمي بالسياق هم يقولون يا سيد مصطفى الكاظمي، مو حبه تنعلى ولا نتملق له، فش جاي نوصل رساله؟ جاي نقول له محافظه النجف حافظت على سلميتها وعلى محلاتها وعلى الشوارع النجفيه، فاحنا محافظ النجف والنواب ما يمثلون النجف، النجف صاحبه قرار، النجف احنا نختار المحافظ، المحافظ احنا اللي نريده، احنا من ساحات التظاهر، المحافظ نختار احنا، وباغى ثورتنا وبسلميتنا. عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! هاي رسالتنا للاحزاب. رساله للحكومه، طبعا هي بدايه مو الثوره، المظاهرات. من طلعت المظاهرات؟ طلعت على مطالب. هاي المسؤولين هم من صعدوا، هو مو مسؤول حتى يحكم الشعب ويمشي كلامه على الشعب. هذا من يصعد يصعد خادم لهذا الشعب. فانت من صعدت شنو اللي قدمته للشعب؟ طلع الشعب راد مطالب بسيطه بواحد عشرة ما وفروها. بقى اجوا للشباب او للمتظاهرين قمعوهم. الشعب من شاف هاي الحكومه ما توفر طلباته رفضها، صارت حكومه قمعيه رفضها. من رفضت هاي الحكومه غير تطلع، انتم مكلبين على شنو؟ يعني مكلبين بالكرسي على شنو؟ انتم شنو جايين؟ تقمعون هذا الشعب لو تخدموه؟ إذا تقمعوه انتم بعد بينتوا والشعب ما يريدكم، وإذا تخدموه بينوا حسنيتكم. زين بالنسبة لمهلة النجف، مهلة النجف 25 يوم وبيها 6 مطالب، وأمهلت الحكومة ورئيس الوزراء الحالي. مطلب واحد طالبنا بحسن نية، مطلب واحد لو موفرة. هسا المطالب الصعبة وتحتاج للبرلمان، هسا هاي نعطي وقت عليها مو مشكلة. مطلب بسيط إقالة المحافظ ونائبيه والمدراء الفاسدين. يعني مطلب بسيط ما قدر يوفره. هاي الحكومة ده ما تخدم هذا الشعب، مو بحال هذا الشعب. هاي حكومة جاية بس تسرق وتمول أحزابها وتقمع هاي الشباب وظل بكراسيها، مو خدم لهذا الشعب. هذا الشعب يعني احنا حتى من يطلع شخص يقول كتلنا الجوع، لا عم احنا ما قطعنا الجوع. احنا من أنا الشاب عمري 35 سنة من زغري لحد هاي ساعتي ما احتزيت الحكومة، ما فد يوم الحكومة دقت عليه الباب وطتني أكل. نشتغل ونعيش الحمد لله والشكر. احنا ما رايدين من عندهم اكل، رايدين هذا الشعب يعيش بكرامه سياده لهذا البلد. كان العراقي هسه بذاك الزمن، السنه هم ما ملحق على ذاك الزمن كلش، نسمع كان العراقي يطلع خارج العراق محترم، اليوم العراقي يطلع خارج العراق مهان. ليش؟ هسه مو بس رفحه، هسه رفحه رواتب رفحه، السجناء السياسيين الانفال حلبشة. هسه اليوم بويا ابسط موظف هو يستلم راتبين 3، وين صايره هاي؟ بالنسبه لمهله النجف احنا انطينا المهله وخلصت وطينا 48 ساعه. بعد ال 48 ساعه راح تشهد النجف فرد شيء ما مطروق. سلمي صحيح سلمي، بس انا اذا تلاقيني انت انا سلمي طالع بعلم، انت تقابلني بسلاح، ايش تترجى من عندي؟ فاحنا جاي نطلع بسلميه، خلي يلاقونا بسلميه حتى تتم السلميه وينتهي الموضوع. اما اذا هم يلاقونا بسلاح احنا كلامنا غير كلام يصير وياهم، وغير هذا الكلام ما عدنا. أنا بحثت في الحين.